بشكل مفاجئ بتعليمات ملكية عاجلة اجتماع لقادة الجيش المغربي. فما هي القصة؟ مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. ان شاء الله تكون بخير جماعة وصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف التعليمات الملكية العاجلة لقادة الجيش وما هي القصة، وايضا عنا موضوع هام بيان مشترك صدر الان بين المغرب والمانيا والتفاصيل مثيرة. قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحط لك جماعة خل الفيديو تشير. خلينا بشير قبل ما نبتدي الفيديو، شوف هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ توقيع 8 اتفاقيات استثمارية لشركات يابانية ب 170 مليار سنتيم لإحداث 12 ألف منصب شغل مباشر. وقع وزير التجارة والصناعة والمصنعين الدوليين للمعدات الأصلية للسيارات اليوم منذ ساعات معدودة 8 اتفاقيات ضخمة وكبرى بقيمة 170 مليار سنتيم، أي 1.7 مليار درهم. وتروم هذه الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الصناعة والتجارة مع المصنعين الدوليين للمعدات الأصلية للسيارات لإحداث 12 ألف منصب شغل مباشر. يذكر أن المغرب تحول في السنوات الأخيرة إلى قبلة هامة لشركات السيارات الأوروبية والأسيوية عبر إقامة نقاط لتصنيع وتجميع المركبات في سوق واعدة شهدت تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسيارات في المغرب 500 ألف سيارة في مصنعي رينو في طنجة والدار البيضاء، بينما تتجه بيجو نحو مضاعفة إنتاجها بالقنيطرة من 100 ألف إلى 200 ألف سيارة هذا العام. ويتوفر المغرب على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100%. وبهذه المناسبة قال مزور إن هذه المشاريع تعتبر مؤشرا قويا على مدى جاذبية المنصة الوطنية لقطاع السيارات ومرنتها التي تمكنت بالرغم من الظرفية العالمية العصيبة من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الفاعلين العالميين للقطاع، وكذلك استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي هذه بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس. ما نراه الآن موضوع هام للغاية، نحن نتكلم وما شاء الله عن 8 اتفاقيات كبرى مع شركات يابانية. نحن نتكلم عن 12 ألف منصب شغل مباشر. ما شاء الله على إنجازات المملكة المغربية، ومن مشروع إلى مشروع ومن إنجاز إلى إنجاز. هل انتهى الموضوع عند هون؟ إيش جواب ولا؟ المغرب والدبلوماسية المغربية من جديد تختار الحياد. مرة أخرى المغرب يغيب عن جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بوقف الحرب على أوكرانيا. غاب المغرب مجددا اليوم عن جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت للتصويت على قرار يطالب روسيا بوقف حربها على أوكرانيا بشكل فوري، والذي جرى تنبيه بأغلبية كبيرة بلغت 140 صوتا. وللمرة الثانية اختارت الرباط تغييب مندوبها عن الجلسة الاستثنائية بخصوص موضوع يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وهي الخطوة التي اتخذتها معه 10 دول أخرى. حظي القرار بموافقة 140 دولة، وفي المقابل امتنعت 38 دولة عن التصويت بما فيها الصين والهند وإيران وجنوب أفريقيا وكوبا والجزائر، بينما اعترضت عليه 5 دول هي روسيا، بيلاروسيا، كوريا الشمالية وروسيا وإرتريا. وجدير بالذكر
2 مارس الماضي قد غاب المغرب أيضا عن جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انتهت بإصدار قرار يدين الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أن تصدر الخارجية المغربية بلاغ قالت فيه إنها سبق أن عبرت عن موقف الرباط الرسمي من الأزمة وشددت على أن غيابها لا يقبل أي تأويل. ما نراه الآن المغرب والدبلوماسية المغربية من جديد تختار الحياد. تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية. هل انتهى الموضوع عندهم؟ إيش جابوا لا؟ منذ ساعات معدودة تكلمنا بأن ناصر بوريطة أجرى محادثات مع ألمانيا والآن بلاغ مشترك بين المغرب وألمانيا. بيان مشترك جديد بين المغرب وألمانيا، حيث أفاد بيان مشترك صدر في أعقاب مباحثات جرت اليوم عبر تقنية التواصل المرئي بين ناصر بوريطة ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بأن ألمانيا تدعم الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال العقدين الآخرين، ما مكن من تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي ملموس تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وأضاف المصدر أن هذه المباحثات هي الأولى من نوعها بين الوزيرين، سلطت الضوء على الاهتمام المشترك بالعمل من جديد على تكثيف التعاون الثنائي التنموي بروح من الشراكة الشاملة والاحترام المتبادل. وذكر البيان المشترك أن ألمانيا والمغرب يربطهما التعاون التنموي طويل الأمد، تطبعه الثقة في مجالات التنمية الاقتصادية والشغل والتنمية المستدامة والمناخ والطاقات المتجددة والمياه. كما نوه الوزيران بالإمكانيات الكبيرة للتعاون التنموي بين المغرب وألمانيا في إطار التعاون في مجالات المستقبل من قبيل تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مجددين التأكيد على الاهتمام المشترك بتكثيف التعاون في هذا المجال على الخصوص. ولتحقيق هذه الغاية سيستعين التعاون التنموي الثنائي بشتى الأدوات والوسائل من خلال إشراك جميع الفاعل. وسيساهم التعاون التنموي الألماني أيضا في تعزيز العلاقة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وخلص البيان المشترك إلى أن الأمر سيتعلق في الأسابيع المقبلة ببلورة رؤية مشتركة للأولويات والإمكانيات الملائمة لتنزيل التعاون التنموي في السنوات القادمة، وذلك بهدف تعميق الحوار والتعاون والمساهمة في مجهود مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المقبلة. وعلى هذا الأساس بعد دعمها للحكم الذاتي، ألمانيا والمغرب يبحثان آفاق تعاون أوسع. هذا كان البيان المشترك بين المغرب وألمانيا. على ما يبدو نحن سوف ندخل بمرحلة غير مسبوقة بالعلاقات المغربية الألمانية. تحية كبيرة للعلاقات المغربية الألمانية، تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية. هل انتهى الموضوع عندهم؟ ايش جابوا؟ لا، بتعليمات ملكية اجتماع لقادة الجيش، فما هي القصة؟ عاجل، بتعليمات ملكية عاجلة اجتماع لقادة الجيش للتخطيط لمناورات الأسد الأفريقي 22 بمشاركة دولية واسعة. بتعليمات من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس يحتضن مقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأقادير من 21 إلى 25 مارس 2022 اجتماعا للتخطيط الرئيسي لتمرين الأسد الأفريقي 22. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن تمرين الأسد الأفريقي 22 المتوقع تنظيمه في الفترة ما بين 20 يونيو والفاتح يوليوز 2022 بمناطق أكادير، طنطان، المحبس، تاروندانت، القنيطرة وبن جرير، موعد لا محيد عنه للمساهمة في تدعيم التعاون العسكري المغربي الأمريكي ووضع لبنة إضافية في العلاقات الممتازة التي تربط البلدين. وستعرف الدورة 18 لهذا الحدث الهام مشاركة فضلا عن المغرب وأمريكا حوالي 30 دولة شريكة،
وأضاف المصدر ذاته أن العمليات والمناورات التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية والدول الشريكة في مختلف المجالات العملياتية البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية وإزالة التلوث تروم بشكل أساسي تطوير قابلية التشغيل البيني وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات. هذا كان البلاغ من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. تحية كبيرة للجيش المغربي، تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية، ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سادة وكسر آخر كل حبط. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.